زين تمام. عندي برضو فوق هنا فريش وغطاء، لكن شنو للطبقة العلوية اللي هم بقطر كم؟ 20، فحتكون 2 سنت واثنين سنت، 4 سنت، فحيفضل لي من 75. من 75 حيكون عندي كم؟ لما نقص منها 4 سنت تبقى كم؟ 71 سنت. طيب قلنا قبل الكرسي لازم يكون في ودر، يعني قبل الفرش والغطاء برضو لازم يكون عندي ودر، فالودر ده برضو قلنا من نفس شنو غضر الحديد الفوق المعو، فحيكون 20 ملي. 20 ملي يعني 2 سنت، هنقص من 71 2 سنت، تبقى 79 سنت. فركز في الكلام ده كويس، زي مكتوب هنا شايفين، قال لي ارتفاع الكرسي هجيبه كيف؟ 90 سم ناقص 10 الكفر 5 5 زائد 5 سنتيمتر طبقة سفلية اللي هي الحديدتين ديل الفرش والغطاء زائد 6 سنتيمتر. يعني شنو 6 سنتيمتر؟ جاي من وين؟ عندي وتر 2 سم وفرش 2 سم وغطاء 2 سم، دي هي 6 سنتيمتر، ديل كلهم حيدوني 90 ناقص 21 اللي هي 69. طيب 69. طيب لو ملاحظين انا جيت جمعتها، معروف قلنا هنا ده هنعمله 25 الأرجل، قلنا في الكراسي بين 30 ل 25 تمام. طيب ليه هنا انا عملت 31؟ لو ملاحظين معايا هنا، لو قلت ده احسب قطعة الكرسي دي حديدة كله كم، هقول له 1 متر زائد 69 زائد 69 اللي هنا زائد 25 اللي هنا وال25 اللي هنا. طيب لما نعمل الكلام ده كله هيديني 2.82. 2 فاصل كم؟ فاصل 82. مع 69 69 بيديني 1.38. البوين 5 دي اللي هي 25 سم اللي هنا وال25 سم هنا هتديني 50 سم. الواحد متر ده اللي هو الفوق الواحد متر ده، طيب من اجمعهم كل واحد هيديني 2 متر و88. طيب كده هيديني سكراب، فانا ليه ما اقرب الرقم ده ل 3 متر عشان ما يديني سكراب؟ عشان قطعة ال 12 متر تديني 4 قطع، فهقرب ل 3، هيكون في فرق 12 سم زيادة انا جبتها زدتها. عوضها وين؟ عوضها هنا ممكن، لكن بعد شرط ما عوضها في القايم، يعني ممكن الواحد دي ابقى 1.12 تمام، ما في مشكلة، او ازيد ال 12 سم دي في الارجل تحت، اقسم هنا ادي ده 6 سم وادي ده هنا 6 سم، عشان كده ال 25 بقت كم؟ بقت 31 سم، وهنا برضو 31 سم. فلازم انت تراعي برضو السكراب اثناء ما انت شغال تحسب في طول الحديد. طيب كده عرفنا خلاص الكرسي وشكله، عايزين نعرف الكرسي. قلنا الكرسي يكون موازي للاتجاه الطويل، موازي للاتجاه الطويل اللي هو فيه شنو؟ اتجاه الفرش، نفس اتجاه الفرش الفوق. طيب والمسافة التوزيعية ما بين 80 ل 1 متر، قلنا الكلام ده. طيب عايز اعرف عدد الكراسي، قلنا الكراسي دي هتتوزع في اتجاه، عشان تعمل لي صف واحد كده هتتوزع في مسافة 10 متر ونقسمها على 1 متر هي المسافة التوزيعية، وازيد لها واحد على الستارت هيبقى 11 كرسي. طيب ال 11 كرسي دي هيتكرروا كم مرة؟ قلنا هيتكرر في اتجاه ال 18. طيب هيتكرر في اتجاه ال 18 هنقسم على كم؟ هنقسم على 2. ليه قسمنا على 2؟ طيب لو ملاحظين ده كله كده 18 صح؟ لما انا اشيل الكرسي ده هنا اخدته هنا في البداية، الكرسي ده هو ذاته عرضه كم؟ عرضه متر، عرضه متر وهبعد كم؟ وهبعد متر عشان احافظ على المسافة. تاني اخدته هو ذاته عرضه متر وابعد متر، اذا المسافة دي كلها هتكون شنو؟ متر فيه كرسي ومتر ما فيه كرسي، دي هنا مترين، عشان كده هنا قسمت على كم؟ على 2 تمام. فلما اجي اقسم ال 18 على 2 وين الاهي عفوا 18 على 2 هتديني 9 زائد الواحد الستارت الصف الاول ده كده ما حسبناه، هيكون شنو؟ واحد الستارت هتديني كم؟ هتديني 11 كرسي مضروبين في كم؟ في 10، في 10 اعمده تمام، 10 أعمدة، هيكون عندي 11 في 10 110 كرسي. أنا محتاج 110 كرسي عشان أشتغل اللبشة المسلحة بتاعتي. طيب أنا هل هشتري 110 كرسي؟ لا، بشتري سيخ طول 12، فعشان كده هقول إذا سيخ طول 12 المطلوب لعمل 110 كرسي هيديني 110 كراسي كلية على 4. 4 ديت من وين؟ مش قلنا قبالك السيخ طول 12 دي بتديني 4 قطع طول 3 متر، والكرسي أصلا محتاج له عشان أعمل كرسي واحد محتاج له سيخ طول 3 متر. إذا 110 على 4 هتديني 27.5، لكن ما بشتري 27 سيخة، بشتري كم؟ 28 سيخة طول كم؟ طول 12 متر، قطر كم؟ 25 ملي. قلنا الكرسي لازم يكون ذي الطبقة السفلية تمام، أكبر من شنو؟ من الحديد الشايله، الحديد الشايله هو 20 ملي تمام. طيب أنا لما أشتري 28 ده بيعني إنه أنا في سكراب عندي، كيف؟ مع ال 27 سيخة دي
لو ضربتها في ال4 سيخات دي هيديك ما يعادل 108 كرسي. 108 كرسي، انت لكن محتاج كم؟ 110، فمحتاج لك تاني كم؟ 6 متر عشان تديك قطعتين. فالسيخة الزيادة دي لما تشيل منها 6 متر هيفضل منها كم؟ 6 متر. عشان كده مع وجود، هنقول له مع وجود سكراب طول كم؟ 6 متر قطعة واحدة. دي جات من ايه؟ من القطعة رقم 28 هنا، تمام. اذا برضه نخدها في الحسبان كده، حسبنا الكراسي، الكراسي بتاعت المشروع محتاجة 28 سيخة، طول كم؟ طول 12 متر. طيب بعد ما عملت الكراسي مفترض طوالي اعمل شنو؟ حساب حديد الأعمدة والحوائط والمصاعد. طيب اول حاجة هناسب حديد الأعمدة. طيب قلنا جيبالك في خيارين، ممكن اعمل شنو؟ اشاير لي الأعمدة، لكن بتاخد مني شنو؟ يعني كمية الحديد زيادة اكتر. فممكن قلنا اخدت العمود مع اللبشة المسلحة من اسفل ليه سقفة الطابق بتاع البدروم وتطلع اشاير منها عشان توفر حديد، تمام. طيب عشان كده هنشتغل بالطريقة دي، هقول له حساب حديد الأعمدة. طيب من مقاطع الأعمدة عرفنا انه بعد العمود كم الأعمدة كم؟ 25 في متر. جبت الكلام ده منين؟ بيجي برجع للملف بتاع الاوتوكاد، بيجي بلقى انه انا عندي هنا الأعمدة بتاعتي قال لي اندر جراوند، الجراوند 25 في متر، والعمود فيه 20 سيخة، قطري كم؟ 16 ملي. وعندي هنا كان من برا، وعندي كان هنا كده، دي كان شايلة دي، ده وده وده معول الاثنين الاربعة في النص ديل، وعندي كان تانية مربوطة مع الاربعة سيخ ديل في النص هنا، تمام. ممكن اعملها اما 3 كانات، عبارة عن 3 كانات، او اعملها كان اوتوماتيك اجمعهم كلهم في شكل شنو؟ شكل واحد. لو نزلت تحت هيديني الكان، لو ملاحظين في الجدول هنا في سكشن العمود ما مديني، ما مؤشر لي على الكان، ومديني يعني مؤشر لي على، ومديني اسم غضر السيخ والمسافات، لكن تحت كاتب لي اول ستيربس واي 6، يعني غضر الكانات كم؟ 6 ملي، وموزع كله 15 سم، وتحت راسم ليش شنو الكانة. ملاحظين قلنا العمود متر، فمتر لما اشيل منه 2.5، عفوا لما اشيل منه 2.5 و2.5 هيبقى كم؟ 95. 95 سم، تمام. 95 سم، ففرق دي ممكن اعمل دي هنا بدل 24 انا زدت 5 سم هنا، بدل 24 اعمل دي 27.5، لا 26.5، واعمل دي هنا 26.5. طيب دي كان الاوتوماتيك، ملاحظين بدت من هنا دخلت بيجان شيء هنا. طيب هنشتغل على اساس 90 عشان ما نتلخبط، ممكن نرجع نعمل كنترول زد. هي المفترض تكون 95 سم، لان 2 سم ونص بجاي 2 سم ونص بجاي، وهنا ال 25 هتبقى 2 سم ونص بجاي 2 سم ونص بجاي، تبقى 20 سم زي ما هي، بس الخطأ كله وين؟ هنا تم عمله على مسافة 90، فهنشتغل على 90 بعدين انت اشتغل على 95. طيب 90 افترض معي كان دي 90، فعمل من هنا الجنشة ومشى مشى مشى كده، دخل كده داير ما يدور، عمل لي الكانل في النص، بعدين تاني عمل لي الكانل في النص الجوا، وواصل عادي مشى، عمل 20 سم ومشى كده للنهاية، ولف لف لحد ما جه هنا، وعمل جنشة برضه كده، وعمل جنشة هنا. طيب تعال نيجي نحسب الحديد، خلاص عرفنا انه عندي 20 قطعة سيخة في العمود. طيب كفر الأعمدة قال لي 2.5 سم من كل جانب في المقطع. طيب قطر الحديد عرفناه 16 ملي، وعدد القطع في العمود 20 قطعة، تمام. كل الكانات قطر 6 ملي موزعة كل 15 سم، قال خلينا نعملها 10 سم عشان شنو؟ نكون في السيف أكتر. طيب ما تنسى إنه الكانات هتخش في شنو؟ في اللبشة المسلحة بتاعت الأعمدة. طيب مقاسات الكانات زي ما شايفين مرسوم 90، وزع عليا 90 هنا، عمل لي هنا 24، هنا 24، وهنا الجزء من هنا لهنا 42، مقسم 14 الضلع ده، هنا 14 وهنا كم؟ 14، وكده 20 ثابتة. طيب تعال نرسم قطعة السيخ بتاعت العمود، رجل العمود. قال لي شكل قطعة العمود على حرف ال هنا بوينت 30، طيب ارتفاعها كده كم؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه. طيب قال لي يا باشمهندس ارتفاعها بتستخدم الطريقة التالية دي،
قال لي اول حاجه مش الرجل بتاعتك دي باديه من بعد الفرش والغطاء بتاع الطبقه السفليه، تمام، اذا تنقص من هنا 5 سنت، وثاني 5 سنت الفرش والغطاء لانه 25 ملي، هتبقى هنا انت نقصت من 90 سنت 10 سنت، اذا المسافه